تحياتي، هذا الجزء الثاني من الفصل السابع الامبيجيوتي. إذا تجوا لي على صفحة 61 grammatical ambiguity. هسه احنا أخذنا الـ speech act ambiguity، phonological ambiguity، واللكسيكال ambiguity. صفحة 61 تتكلم على grammatical ambiguity. أنا أعرف أنتم ماخذين الـ tree diagrams باللينغوستكس، بس حتى أسهل الأمور عليكم وحتى ما تحجون علي بقلبكم، معروف اكو جماعه منكم يحجون علي اسمعكم، اني خاف ما تدرون الواحد يحكي علي سمعه، فراح اتجاوزها لكم. هاي تتجاوزون صفحه 61 و62 تجوا لي على صفحه 63، هاي مطلوبه من عندكم صفحه 63 اللي هي explainable in terms of transformation. بس قبل نروح على صفحة 63 خلي نشوف شنو يعني الجراماتيكال امبيجيوتي وشنو فرقها عن اللكسيكال امبيجيوتي. طبعا الاسم واضح انه الامبيجيوتي اللي توصلنا احنا كمتلقين بسبب الجرامر، مو بسبب المينينج، بسبب الجرامر. يعني الجرامر هنا او السنتاكس هو اللي سبب لنا الـ different interpretations أو two different interpretations of the same sentence. يعني the same sentence may have two different interpretations because of syntax, because of grammar, not because of meaning. إذا تذكرون، أو because of phonology أو because of speech act. Now we have two different interpretations because of grammar, because of syntax. هسه خلينا نروح الى صفحه 63 حتى تشوفوا لي بالضبط المطلوب من عندكم فيما يخص هذا النوع اللي هو explainable in terms of transformation، يعني تفسير الambiguity باستخدام الترانسفورميشن. بس حتى اقول لكم شنو يعني الترانسفورميشن، اخذتوه انتم باللينغوستكس بس حتى نفهم شنو يعني ترانسفورميشن. ترانسفورميشن هي الفكرة جا بيها تشومسكي، هاي ما مطالبين بهذا الحكي انتو بس حتى للتوضيح حتى تفهمون. فكرة جا بيها تشومسكي قال بأنه احنا عندنا two structures، حكالكم ياها دكتور مهدي باللينغوستيكس، واحد نسميه deep structure واحد نسميه service structure. service structure هو الجمل اللي نشوفها احنا نقراها، نقراها اللي موجودة بالكتب اللي نحكيها نسمعها. لكن هو حسب رأي تشومسكي، وطبعا هذا كلام واقعي جدا، أنه الجمل قبل لا تطلع هي تطلع على بطريقين. احنا كمتلقين، يعني كمتلقي احنا ك listener أو reader، الريدر أو listener متلقي للغة يتلقاها بطريقتين أسلوبين، إما يقرأها فشي مكتوب أو يسمعها، تمام لولا. فهنا الديب ستراكشر هذا ما ينقري، ما حد يقرا لانه بعقل الانسان موجوده، لانه هذه الجمله قبل لا احكيها او قبل لا اكتبها المفروض افكر بيها. فمراحل التفكير حسب راي تشومسكي فد ثلاث اربع مراحل، وتوصلنا الى ان توصل الى سيرف ستراكشر اللي احنا نقرا. فالديب ستراكشر هو التركيب النحوي اللي موجود في عقل الانسان قبل لا يكتب الجملة وقبل لا يحكيها. من توصل للمتلقي توصل service structure، لكن deep structure هذا بعقل المتكلم speaker أو writer، بعقل المتكلم أو الكاتب. هسه هاي فكرة عامة بس انتو المفروض ما أخذيها باللينغوستيكس. خلينا نجي على موضوعنا اللي هو explainable in terms of transformation. ها transformation شنو علاقتها بالديب والسيرفس؟ transformation هو التحول من الديب الى السيرفس. يعني انا اتحول من ديب ستراكشر الى السيرفس ستراكشر. حتى برأي تشومسكي انه انا حتى نفهم الجمله او نفهم الفكره ما يصير نجي على السيرفس ستراكشر. السيرفس ستراكشر هذا مجرد شكل مظهر. حتى نفهم الفكرة structure الحقيقي، تركيب الحقيقي للجملة، لازم نروح على الديب، نروح بعقل الإنسان نشوف شلون كان يفكر. تشوفون شلون؟ فهسه إذا نجي على صفحة 63 شو يقول؟ يقول many cases the ambiguity of a sentence can be best
explained in terms of transformation, in terms of the fact that because of the application of certain syntactic rules, two or more conceptual structures, conceptual structures, can sometimes acquire an identical syllable structure. يعني one sentence, سواء written or spoken, may have two different conceptual structures, اللي هو deep structure. اللي هو deep structure. فاحنا حتى نفهمها لازم نروح على الديب لأن السيرفس لكتشر ما كافي. يعني مثلا نعطيكم مثلا هسه شوف هاي ثلاثة أمثلة موجودة بصفحة 63. Flying planes can be dangerous. طبعا هاي الجملة مع تشومسكي. Flying planes can be dangerous. Biting dogs can kill you. The stupid terrorists want that country to be divided. خلي أفسر لكم واحدة من عندهم والباقيات حتكون أيضا أسئلة وتجاوبوني عليها أيضا بجوجل كلاس روم. الجملة الأولى اللي هي flying planes can be dangerous. ليش هاي الجملة ambiguous؟ لأنه بيها two different deep structures, two different conceptual structures. ال structures مذكورة بالصفحة 64. هاي محلولة لكم صفحة 64 structures. شوفوا واحدة من عندهم صفحة 64 بالبداية الستركتشر الأول هو it can be dangerous to fly planes. Planes which are flying can be dangerous. شوفوا خلينا نجح شوية نترجمها بالعربي يمكن حتى تصير واضحة أكثر. من يقول flying planes can be dangerous هنا وين شنو سبب المشكلة اللي صارت؟ يعني مو المشكلة سبب الامبيجيوتي. سبب نقول وين الامبيجيوتي؟ الامبيجيوتي بالword flying. Flying might be first gerund يعني verb with ing form might be adjectives. إذا كانت gerund يعني ممكن نستعيض عنها to fly planes can be dangerous. To fly planes can be dangerous. يعني هنا somebody who is going to fly planes. Okay. اللي هي المعنى الأول. لكن إذا كانت flying adjectives هنا حتوصف منه وتوصف لplanes. قول flying planes يعني الطائرات المحلقة ممكن أن تكون خطرة. أن تحلق بالطائرات هي عملية خطرة. لكن الطائرات المحلقة ممكن أن تكون خطرة. شوفوا two different interpretations, two different conceptual structures of the same service structure. إذا نرجع على الصفحة اللي قبلها هسه صفحة 63 ترجعوا لي إيش كاتبين هم شو هذا مطلوب من عندكم اللي جوا. Each of these three sentences is an example of what is linguistics known conceptual homonymy. إذا تذكرون homonymy أخذناها كlexical relation يعني علاقة بين الكلمات. هنا ما صارت علاقة بين كلمات صارت علاقة بين two different structures صارت علاقة نحوية مدلالية. الهومونومي صارت علاقة نحوية وليس دلالية. ليش نحوية؟ لأن هنا التشابه صار between two different structures sentences not words. هو كاتب لك هنا just as two words having different etymologies and utterly unrelated meanings اللي يمثل bank and bank. هذا الحكي ممكن ينطبق أيضا على من؟ ينطبق على sentences. نقول flying planes can be dangerous it has two different interpretations اللي هي to fly planes أو the planes which are flying can be dangerous. أوكي هاي يسموها ال grammatical ambiguity that can be interpreted in terms of sentences not words. نجي على المثل الثاني شوفوا هنا شوفوا إلى حد نحكي هسه صفحة 64 باعوا لي صفحة 64 رجاء. Those terrorists who are stupid want to country to be divided. هاي خلوا الجوها خط لهنا خلوا الجوها خط هنا هسه هذا النص الثاني من صفحة 64 مهم جدا مهم جدا. لويش اقروا لي هذا السطر شو يقول. In many cases ambiguity is caused not exclusively by lexical or grammatical factors, but by an interaction of the two.
هذا كلش مهم الحكي هذا، هاي السطرين. يعني شنو المقصود به؟ المقصود بأنه ambiguity ممكن تصير مو فقط باللكسيكال، يعني مو بس العلاقات الدلالية ولا فقط بس العلاقات التركيبية أو النحوية، لكن بالاثنين هنا صير ambiguity. خلينا نقول من جهتين، من جهة الدلالة ومن جهة النحو بسببين. شوفوا لي هذا المثل: The lamb is so hot that it cannot eat anything. هاي الأولى. الثانية: The lamb is so hot that we cannot eat it. طبعا هو عادة الambiguity مثل ما أخذناها يصير بسبب كلمة واحدة بالجملة، وهنا أنا راح تكون العلاقة الambiguity بسبب المعنى دلالية أو بسبب الجملة كلها. هنا أنا بهاي الجملتين عندنا الambiguity بسبب كلمة اللي هي كلمة lamb. In the first sentence, lamb has been used for a living young sheep, but in the second it refers to the flesh of the animal that eaten as food. يعني بالجملة الأولى اللامب young sheep اللي هو الحمل، الحمل is so hot that it cannot eat anything. يعني الحمل يشعر بالحرارة لدرجة بأنه لا يتمكن من تناول الطعام. لكن اللامب الثانية بالجملة الثانية اللي هي اللحم، نوع من أنواع اللحوم. Now, it refers to the flesh that animal eaten as food. Now, the lamb is so hot that we cannot eat it. اللحم الحمل okay. حار جدا لدرجة أنه إحنا ما نقدر نأكله. زين. هنا. The ambiguity of the sentence is the result of an interaction between lexical and grammatical devices. هسه اللكسيكال افتهمناها اللي هي اللامب واللامب لها two different interpretations. الجراماتيكال ليش؟ لا ما حاجيها بالكتاب. هذا ما حاجيها بالكتاب. هذا أيضا سؤال جاوبوني عليه. ليش هنا وين الجراماتيكال ambiguity؟ أعيد من جديد: The lamb is so hot that it cannot eat anything. The lamb is so hot that we cannot eat it. وين الجراماتيكال ambiguity هنا؟ هذا سؤالي. أعيد السؤال: اللكسيكال ambiguity هي بسبب الهومونومي بين اللام بالجملة الأولى واللام بالجملة الثانية. الهومونومي اللام بالجملة الأولى معناها الحمل، واللام بالجملة الثانية معناها اللحم، لحم الخوف. أوكي، هاي اللكسيكال. وين السنتاكتيك أو الستركتشر اللي هي مثل flying planes can be dangerous؟ هذا السؤال لازم تجابوني اياه بالجوجل كلاس روم. هنا انتهى الفصل. اذا اكو شيء من الاكسرسايزز، مثلا exercise 14 find out whether the ambiguity in the following sentences is of the phonological, lexical, syntactic. اي هاي حلو هذا الاكسرسايز 14. خلينا نشوف شنو بعد الاكسرسايز الموجود اللي بعده. Topic for discussion. هسا هاي مو مشكلة. Topic for discussion. انتو شوفوا لي الاكسرسايز. اكسرسايز 14. اتحلوا لي خلينا نقول هن 26. شو نسهل عليكم يا طلابي الحلوين وطالبات الحلوات. الى حد 14. شو تسوون هنا؟ بس تقولون شوفوا صيغة السؤال: find out whether the ambiguity in the following sentences is of phonological, lexical or syntactic. If اول شيء تحددون هل هي phonological ولا lexical ولا syntactic. هذا اول مطلب. المطلب الثاني: if the ambiguity of the syntactic type, find out whether that ambiguity can be distinguished best with the help of bracketing or with the help of عيف. هذا ما أريد. بس قولوا لي phonological, syntactic أو lexical. بس كلمة واحدة
كل قبال كل جملة كلمة واحدة تحلون إياها إلى حد جملة 14. ماشي شباب؟ هاي انتهى الفصل السابع، المحاضرة من الفصل السابع الجزء الثاني. الإجابة أرجعوا لكم الإجابة أريدها بالجوجل كلاس روم، ما أريد إجابة لا بالفيسبوك ولا باليوتيوب، الإجابة بالجوجل كلاس روم. تحياتي لكم وشكرا جزيلا للاستماع.